صباحكم الله بالخير. اليوم الثاني باسطنبول. الحمد لله امس نمنا نومه زينه. الحين الساعه 11 الظهر، درجه الحراره تقريبا 17 درجه. الجو حلو ما شاء الله. طالعين الحين من الفندق، نروح شوي نتريق وبعدها نبدا نشطط ان شاء الله حق اليوم. طبعا عادل على طول يمشي ورا، تشوفون هنا كوتو كوتو كوتو. عادل يلا تعال. ما اعرفك. يقول ما اعرفك. شو ما شاء الله شحلات المكان هني والقعدة وآيا صوفيا، المكان روعة. اخذنا سميت نتريق فيه مع النوتيلا من الحجي. قصدك تركيا يعني؟ ايه. العبارة عندي تقول الحياة عبارة عن شغلتين، اكل ونوم، بس هذا احلى شيء بالدنيا. ما لك مشغول فيها، رد الفندق روح. لا هذه الشرطة السياحية تلقونها موجودة هني. اي شيء اللي يصير لكم لا سمح الله تقدرون تشتكون عندهم هني. الحين ان شاء الله راح نركب الترام من محطة السلطان احمد الى محطة كبتاش. كبتاش هي اخر محطة هناك بالخط هذا للترام، واقرب محطة لقصر دولمة بحجة، لاننا بنروح قصر دولمة بحجة اليوم ان شاء الله. بما ان اليوم يوم احد وعطلة، واتوقع عشان المباراة اليوم بالليل راح تكون زحمة حيل، فنحاول نخلص رحلاتنا شوية ابشر عشان بالليل هم نتفضل نروح يمكن كافيه ولا شيء نطلع المباراة ان شاء الله. هذا ملعب بشكتاش، تو تم افتتاحه خلال الاسابيع اللي فاتت، من افخم واكبر الملاعب بتركيا هني. ان شاء الله اليوم بشكتاش يخسرون من جالاتاسراي عشان نحصل التحلية من الموظف اللي موجود بحوض مصطفى، فان شاء الله جالاتاسراي فايزين. هذا هو، وصلنا الحين دولمة بهجة والملعب مقابل دولمة بهجة بالضبط. هذا الملعب هني بس مجرد شارع بينهم. قصر دولمة بهجة هو قصر السلاطين قبل ايام الدولة العثمانية، وكان هو مكان الحكم هني قبل. واتمنى ان شاء الله نقدر نصور داخل، لان اتوقع اكيد ممنوع التصوير، بس ان شاء الله نقدر نصور. اخذنا تذكرتين اللي هي شامله كل شيء ب 40 ليره. الدور طويل عشان ندش داخل القصر. يا ولاد الشون لازم تلبس هذا الكيس على جوته، هي تاخذه من هني وتلبسه. القصر هني يدخلون جروب عشان يشرح لهم باللغه الانجليزيه، يشرح لهم عن المكان. هذه الصالة هني حق الأميرة اللي كانت موجودة هني، زوارها ينقلوا عندها هذا المكان. طبعا داخل القصر متشددين حيل بسالفة التصوير، يعني في واحد يفتر وراكم ممنوع التصوير، ما يخليك تصور كلش، بس انا حاولت اخذ لي بعض اللقطات خصوصا لما هو يختفي شوي، قمت اصور شويه، فان شاء الله تكون يعني غطيت الاماكن اللي داخل شويه. هذا وراي متحف ساعات، بس ان المكان صغير هني وممنوع التصوير فما اقدر اتصور من داخل. عندهم كل انواع الساعات ممكن تخطر على بالكم، كلها قديمه، من تقريبا اغلبهم صناعة فرنسية وبالعصر او بالقرن 19. عندهم هني كل انواع الدواجن هني، حتى في عندهم دياتشة هني يمكن تقريبا طولي.
هذا هني المدخل حق الغصر الزجاجي، هم لازم بعد تاخذ اكياس تلبسها. طلعنا من الغصر الزجاجي، طبعا هم ممنوع التصوير. يسمون الغصر الزجاجي لان فيه البلكونه الزجاجيه هذه مالت السلطان قبل، كان يطلع للناس وكانت مطلع على الشارع، يطلع للناس ويسلم عليهم من البلكونه الزجاجيه. وفي عنده هم بعد اثاث على شكل زجاج نفس البيانو وبعض الكراسي من الزجاج. السلطان هذا كانت امه او جدتها، اتوقع جدتها فرنسيه، فدمج بين التراث العربي والتراث الفرنسي مع بعض بالقصر هذا، وحصل يعني انتقادات وايد من بعض المسلمين على انه شلون يعني يجيب التراث الاوروبي ويدمجه مع الاسلامي. يعني خلصنا الحين من قصر الدولمه باكر. القصر حلو وتشوف فيه التراث الاسلامي مكس مع التراث الاوروبي، لان الدوله العثمانيه بالفتره الاخيره دخلوا التراث الاوروبي والتراث الغربي على التراث الاسلامي، وراح تشوف المثال هذا هنا موجود. بعد ما طلعنا من دولمة باكر على اليمين في ممشى حلو يوديك حق اورتاكوي. اورتاكوي اللي هي عند الجسر الفاصل بين اسطنبول الاوروبيه واسطنبول الاسيويه، بس المسافه بعيده وما في ترام ولا مترو من دولمة باكر لحد اورتاكوي، فيا اما تروح مشي وراح تكون المسافه عليك طويله، او انك تركب باص او تاكسي. فاحنا الحين نبي نشوف الباص، نبي نشوف اي محطه بالضبط. الحمد لله نزلنا من الباص وطلع الباص صح. انا لما وصل الباص شفت مكتوب عليه فوق اورتاكوي وركبت، فالحمد لله طلع صح، الحين نزلنا باورتاكوي. احنا الحين باسطنبول الاوروبيه، وهذه اللي مجابلنا اللي هي اسطنبول الاسيويه، وهذا جسر البسفور الرابط بين القارتين. هذا مسجد اورتاكوي. ما ادري هل عشان احنا يواعه يعني ولا الاكل حلو هني، ما شاء الله خلصنا كله. طالعين من اورتاكوي الحين، قاعدين نتمشى، يمكن بنشوف لنا تاكسي عشان شوي اسرع، يعني عشان نروح للتقسيم ان شاء الله. وصلنا هني لميدان تقسيم. ميدان تقسيم طبعا يمكن افضل مكان عند العرب، والعرب ذي وهني اغلبهم يسكنون هني بسبب ان المطاعم والقهاوي وكل شيء موجود هني يمهم، والسوق اللي عندهم هني فيه محلات وايد. شرينا الحاف ما قلت سراي يعني منه شارع تقسيم شارع طويل كله محلات، والناس اللي فيه زحمه، خصوصا اليوم بعد يوم الاحد عطله فالزحمه مو طبيعيه. اكثر شيء احبه خلصنا شارع تقسيم، وصلنا للنهايه. الحين ان شاء الله متوجهين حق برج جلطه، تقريبا يمكن 5 دقائق مشي بس. هذا هو برج غلطة، وصلنا له. من أقدم الآثار اللي بالعالم موجودة، بنوه سنة 507 ميلادي. طبعا البرج فيه لها تذاكر فوق عشان تصعد طالع من فوق، وفي مطاعم عنده، بس أنا صراحة ماني رايح فوق اليوم، بقعد هنا تحت بشوف الكافيه.
ماشيين الحين من قلطة رايحين الأقرب محطة للترام اسمها كاراكوي. المحطة هذه تقريبا على الجسر الفاصل بين قلطة وأمينونو. كنا هني بقلطة رايحين لكاراكوي ستيشن، تقريبا مشي يمكن 6 دقائق 7 دقائق. وصلنا لمحطة كاراكوي، بس قلنا خلينا نتمشى فوق الجسر ونشوف الصيادين، لأن المنظر الصراحة من هني خيال. فإن شاء الله نخلصها في محطة ثانية بعد الجسر اللي هي محطة أمينونو. أنا شكلي كل شوي قاعد أغير بالخطة. كنت متوجه حق محطة أمينونو، بس لقيت كافيه او مطعم هنا تحت الجسر، جسر مينونو، راح يعرض المباراه عنده، لان اغلب الكافيهات اللي هنا قاعد اشوفهم انهم ما يطلعون المباريات، والسبب انهم ما يبون زحمه زياده. يعني اتوقع اغلب الكافيهات والمطاعم ما تعرض المباريات، والسبب المشاكل اللي قاعد تصير والهواش بالمباريات وبالملاعب بكل مكان، فما يبون المشاكل هنا. زين لقينا واحد يعرض المباراة، نتابعه. جايبين لنا السمك هنا اشكال وانواع، بس للاسف احنا مو يواعه، نبي ناخذ شيء خفايف، احنا جايين عشان المباراة بس. الحين الدوري باقي له تقريبا مبارتين وينتهي، وبشكتاش المركز الاول، اما قلطة السراي الموسم هذا نازل صاير المركز السادس، بس يبقون من اقوى الفرقة بالدوري التركي، والمنافسة هذه على طول والهواشة هذا لازم يصير. بشكتاش حطوا جول 1-0 للاسف بنص الشوط الثاني. بس مبين والله للاسف قلطة السراي خسرت 1-0. انا بدي اشوف الحين قاعدين بمطعم صاير عند المحطة مال تلترام مال سلطان أحمد، صاير على شكل بيت قديم. قلنا بس ناكل شاورما ناكل شيء. هذا البلالة مني حلوة على الترام. طلبت هذه شاورما اللحم حق العشاء عشان ما نثقل زيادة قبل النوم. الحين تقريبا الساعة 11 مع البطاطا الحلوة هذه. وصلنا للفندق وحان وقت النوم، الحين الساعة 12 وشيء. أتمنى إن شاء الله الفيديو اليوم كان ممتع بالنسبة لكم، وكان فيه معلومات فادتكم بإذن الله. إذا كانت عندكم أي استفسارات أو أي شيء مثلا أنا ما ذكرته، تحطوا لي سؤال إن شاء الله تحت وبجاوب عليه إن شاء الله بإذن الله. لا تنسون طبعا اللايك وتسووا نشر للفيديو عشان الكل يستفيد إن شاء الله، واللي مو مسوي سبسكرايب يسوي سبسكرايب عشان ما طوف الفيديوهات إن شاء الله الجاية. إن مثل ما قلت إن شاء الله راح تكون سفرة تركيا تكون 4 فيديوهات. ما أقول الحين إلا مع السلامة وتصبحون على خير، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي.